السلام عليكم. مجموعة الوطن الدولية، مادة member function and diseases، دبلوم تمريض. المادة هاي مادة كتير مهمة، نعرف فيها عن systems of the body systems. راح نحكي، نبلش بالrespiratory system ونمشي circulation والdigestive system endocrine سيستم راح نمشي بيها. بنحكي عن أهم الأمراض. في عندنا مصطلحات طبية مرت معانا راح نكررها، في مصطلحات طبية جديدة راح تكون، بيهمني شغلات كثيرة نعمة نتعلم كيف بصير المشاكل في السيستمز أو المشاكل الصحية مع المريض مثلا في سيستم معين. يعني حنبلش فيه مثلا نحكي على الريسبيراتوري سيستم، أهم الأمراض اللي بتصير في الريسبيراتوري سيستم. بعد هيك على السيركولاتوري، وهي يعني اليوم حكينا عن الهارت ومشاكل الهارت، كمان برضك هنحكي من المحاضرة الثانية عن السيركولاتوري سيستمز، ونركز على بعض الأمراض منها بتعلق بالهارت والأوعية الدموية، بعدين الدايجستيف الجهاز الهضمي، بعدين الاندوكراين، اميونيتي، الليمفاتيك سيستم، ماسلز، النيرف. هاي كلها هي لحد اليورينري سيستم. بهمني في المادة هاي إنه أعرف المصطلحات الطبية، حفظنا جزء، هنحفظ كمان جزء، نتعلم حاجات جديدة، لأنه هاي المصطلحات الطبية من غير ما أكون عارفها، من غير ما أكون فاهمها شو معناها، به أنا بعيش مشكلة في المستشفى ما بعرف إيش بيحكوا، لأنه من نظام الحكي في المستشفى في المستشفيات إنه بالمصطلحات الطبية. بالمصطلحات الطبية هاي بالمستشفيات من غير ما أكون عارفها بينو، يعني بكون غشيم، ما بعرفش ايش اللي بصير، ايش الحكي اللي بيدور حوالين المريض. فمن المهم انه اعرف هاي المصطلحات. اليوم راح نحكي مثل الريسبيراتوري سيستم، اهم جهاز، قلنا مش اهم جهاز، كل جهاز مهم، لكن نحن كشغلنا خاصة في الإسعافات الأولية. أول حاجة بشتغل على الريسبيراتوري سيستم زي ما بتعرف هون. في الإسعاف الأولية بشتغل A B C، يعني A يعني Airway Open، يعني مجرى التنفس مفتوح، ال B Breathing إنه المريض بتنفس، ال C هو السيركوليشن تعلق بالدورة الدموية مثل ما قلنا. شغلي مع المرضى بالشكل هذا في الإسعافات الأولية وفي كل الوقت A B C، بدي أفهم A B C، بدي احفظها مثل اسمي A B C. يعني شو اول ما يجيني المريض اتفقد الايرواي اوبن، يعني مجرى التنفس مفتوح، في اي مشكله هون بدي احددها، لانه ما معيش وقت، المريض ما هوش وقت انه نفسه مسكر، مجرى التنفس مسكر، فورين بادي، جسم غريب، انه مخنوق. يعني هون انا بدي ابلش معاه بالشغل. بعد هيك البريثنج، انه بتنفس ولا لا، بياخذ وبيعطي نفس ولا لا. الحاجة الثالثة انه السيركوليشن شغالة ولا لا، في عنده اي مشكلة بالسيركوليشن ولا لا. هاي الشغل بشكل عام، خاصة في الامرجنسي، مع كل المرضى في حالات الامرجنسي والايش والاسعافات الاولية. بهمني الاناتومي، انه اعرف اناتومي. ليش اعرف اناتومي؟ بهمني انه اعرف اناتومي لانه بكره بدي اشتغل مع مرضى، وين المشكله بتعرف حددها، المشكله وين بعرف احددها، شو بنحكي عن المريض، بدي اعرف شو بصير، بدي اعرف. فايش بهمني؟ انه احفظ اناتومي، بهمني انه احفظ مصطلحات طب، لانه وين بدها تحدد المشكلة، النيزل كافيتي، بدي اعرف وين النيزل كافيتي، لما نقول نيزل كافيتي الفارينكس وين، اللارينكس وين. الحاجة الثانية البرونكا، البرونكايتس، اللنج، هذول كلها هي لازم أحفظهم حسب الأناتومي، بهمني إني أحفظهم على إيش، لأنه في الأناتومي في الشغل بدي أكون إيش منتبه لهاي المصطلحات الطبية وأعرف إيش معناهم. بكل الأماكن، بكل المستشفيات هاي يعني العالمية، هاي المصطلحات خاصة الدول العربية إنه بيستخدموا المصطلحات هاي. بس ما فيش شيء غير هاي اللي راح تسمعها بالمستشفى، بلا هي كان راح نحفظها، مجبورين ان نحفظها عشان بكره بالمستشفى اعرف ايش اللي بصير حوالي. زي ما بنعرف الفانكشن تبع الريسبيراتوري سيستم هو ايش؟ ايش الفانكشن تبع الريسبيراتوري سيستم؟ مين يحكي لنا حسب ما اخذنا بالاناتومي؟ تمام، تنفس، تمام،
عملية كيف بتصير الأوبريشن، كيف بتصير التنفس ريسبيريشن. يعني الفيلات بتاخد الأكسجين من الأنف وبتوصل للرئة، بتبدله بثاني أكسيد بالإنجليزي احكي لي، الكربون. لو نستخدم كلمات إنجليزي بكون منيح، لأنه خلص بعد هيك راح نستخدم كلمات إنجليزي، يعني بدل الرئة نقول لنج. لنج أوكي، الأكسجين بيدخل من النازل كافيتي، بيوصل لللانجز للرايت لانج، وبيعمل اكستشينج للأكسجين مع السي او 2، وبعدين بيطلع مرة تانية من النازل كافيتي حتى يطلع الأكسجين ممتاز كثير، ثاني أكسيد الكربون. ممتاز كثير. الاكسشينج فور الاكسجين والثاني اكسيد الكربون وين بيتم؟ في اي منطقه بيتم؟ في اللانج الشوايصيلات باللنكس بالانجليزي الفيولاي، الفيولاي منطقه الالفيولاي، نقطه الالفيولاي، أبو لا يعني الحصيلة. الحصيلات الهوائيه، منطقه الالفيولاي هو اللي بصير فيها تبادل اكسشينج للاكسجين اند سي او 2. هذا هي الفيولاي. بهمنا نعرف الالفيولاي لانه ايش بكره في عندنا في مشاكل تتعلق بالالفيولاي. الالفيولاي هي الحويصلات الهوائيه اللي بيتم فيها تبادل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون. الالفيولاي من اهم الشغلات، خاصه من اهم المصطلحات بنستخدمها. في عندنا مصطلح مرض جديد راح نحكي فيه، النمونيا، تنكتب بالبي، تبلش بالبي بس تلتفضش، اليوم راح نحكي عنها كمان. بنيومونيا مكتوب بس هي منقول عنها بتنقرأ نمونيا. النمونيا هاي شو يعني معناها؟ مشكلة بتصير في الحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية بصير فيها مشكلة، بصير فيها التهاب، فالالتهاب هذا بيأثر على الحويصلات الهوائية. هذا هي نيمونيا، نيمونيا معناها نيمونيا، بتنقرأ نيمونيا بس هي بتنكتب بنيمونيا، سايلنت البي بتيجي. معناها الحويصلات الهوائية بصير عندنا انفكشن في الحويصلات الهوائية، التهاب في الحويصلات الهوائية، لدرجة انه بصير بالحويصلة الهوائية داخلها باس، يعني مده من الساين والسمتوم تبعت النيمونيا، انه المريض بصير عنده فيفر، حرارة، بصير عنده كف، كحة، كف ودب سبيوتم ودب بس ودب بلاد دم، ممكن بس يطلع مع الكحة، بس يعني ايش؟ صديد لهيك درجة. مرضى هدول بتلاقي عندهم من علامات شو اسمه الحرارة، والعلامة الثانية الكافينج، كحة، هم العلامات هدول لمرضى النمونيا. بصيرش؟ بصير، بلكي ما سمعتوش عنها، إذا رحتوا على قسم الباطنة كله لهونيك للممرض، كم مريض عندكم نمونيا؟ في حالة نمونيا بتصير؟ موجود التهاب في الحويصلات الهوائية، موجودة. هدول بيحتاجوا لإيش؟ بيحتاجوا لعناية، المرضى هدول إنه عناية شو؟ عناية إنه أعمل كنترول على الأكسجين ساتوريشن، تشبع الدم بالأكسجين، اللي هي عبارة عن ملقط بنحطه في إصبع المريض بيظهر لنا على الشاشة قديش تشبع الدم بالأكسجين، لأنه إيش بنشتغل على وين؟ المرض وين؟ في الألفيولاي، في منطقة تبادل الغازات. فمنطقة تبادل الغازات اللي هي الألفيولاي، الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فيها مشكلة. هون بنخاف على المريض إنه إيه؟ بنلاقي المريض طبيعي، في عندنا مشكلة في مكان، في مكان التبادل الغازات، الاكسجين في ثاني اكسيد الكربون، فبتلاقي الاكسجين ساتوريشن عنده واطي المريض هذا، في الطبيعي كنا فوق ال 92 93 95 و199 98، هذا المريض الشخص الصحي، لكن اللي عندهم نمونيا تلاقيه صار 70 الاكسجين ساتوريشن، 70، وهي مشكله على مشكله 80 وفي منهم 60، هاي زادت المشكله. فايش نحن هون كتمريض؟ نحن مراقبه الأكسجين ساتوريشن، إعطاء المريض أكسجين، شيء ثالث إعطائه الأنتيبيوتيك علاجه، حاجة الرابعة إنه إيش؟ إعطائه المخفضات للحرارة، تخفيف الاسترس والتوتر عند المريض، المريض بيكون عنده استرس وتوتر، تعب النفسي، متضايق المريض، بصير بزاي النمونيا هاي كمان بصير مع كبار العمر، كمان بصير مع الشباب. في مرضى شفتهم شباب، في مرضى كبار العمر. شيء مهم بالريسبيراتوري
سيستم مرض للأشخاص الداون سندروم. الداون سندروم بتلاقيهم بصير عندهم دائما مشاكل في الريسبيراتوري سيستم، التهابات في الريسبيراتوري سيستم، الداون سندروم، البلع المغولي، في عندهم مشكلة انه بصير برضه بيعانوا من مشاكل الريسبيراتوري سيستم، كمان بدنا ننتبه لهون. قبل ما نبلش درسنا، إذا معانا ساعة على الدرس، إذا ما كفى الوقت في المحاضرة بنضلنا النص الثاني، المحاضرة اللي جاي بكرة بنكملها. بهمني إنه أعرف أن ننتبه للأمراض هاي، بهمني إني أحفظ مصطلحاتها، كيف المرض بصير، شو بصير مع المرض مع المريض، بهمني إنه أعرف. ليش؟ لأنه هعرف، بدي أعرف أشخصه، بدي أعرف تشخيصه، هذا المريض هيك تشخيصه، يعني بصير معاه الساين والسيمتوم هاي، بفهم إيش مشكلة المريض، بفهم حالة المريض. تمام، هاي اللي بهمني. في عندنا الأستم أو الأزمة، ترك أستم بقولونها أزمة، هي الأزمة بنسميها بالأزمة بالعربي، أو إيش في لها كمان اسم بالعربي غير الأزمة؟ ربو الربو، صحيح الربو، في ناس بتقول عنها ربو، في منها بنقول نحن بنقول عنها أزمة. هي defined as common chronic respiratory condition that causes difficulty breathing due to inflammation of the airway. Astm symptom, asthma symptom include dry cough, wheezing, chest tightness, and shortness of breathing. لكن مريض الأزمة، شو سبب، شو مشكلته؟ إنه مرضى الأزمة، هذا مرض الأزمة مرض كرونيك، إنه بصير عندهم الحالة اللي بصير عندهم صعوبة في التنفس. ليش؟ صار في الايروي التهاب او حساسيه لشيء معين، فالحساسيه او الالتهاب من ايش علاماته؟ بصير انديكاك في مجرى التنفس، فمنلاقي المريض عنده صوت النفس مثل ايش، بمر في مجرى هواء رفيع، فبتلاقي مثل الصفير عنده ضيق بالصدر، ضيق في التنفس، بتلاقي المريض همه جعان لنفس. هاي الحالة إمرجنسي ولا مش إمرجنسي؟ هاي الحالة إمرجنسي، لأنه بشتغل كنا على الإيش؟ إيرواي أوبن، إيرواي أوبن أول حاجة، إيه؟ إيرواي أوبن بس لكن ضيق، هون مشكلة. كرونيك ريسبيراتوري كونديشن، هاي الأزمة. هاي من أهم الشغلات. لهيك بتلاقي مرضى، ممكن المرضى حسب حكاية المريض، من مريض لمريض بيختلف. في مرضى بتلاقيهم عندهم مثلا موسمية أو مش موسمية، بتحسس من حاجة بصير عنده هالأزمة، أو بتضايق من شيء بصير عنده هالأزمة. ممكن بيقولوا لك إنه في الهيستوري تبعت المريض إنه باقي يعاني مشاكل في الريسبيراتوري سيستم وهو صغير المريض، وبعدين صارت معاه النهجة، وصار معاه الربو، وصار معاه وصار معاه. طبعا من مريض لمريض بيختلف، في بعض المرضى بيقول لك انا اذا شميت ريحه عطر بصير عندي ضيق التنفس، بحتاج لايش؟ لموسعات. في بعض المرضى بيقول لك انا اذا رحت عند طيور قش الريش تبع الطيور هذا بضيق نفسي. في بعضهم بيقول لك لا انا الزهور، ريحه الزهور او حاجه زي. من مريض لمريض بيختلف، انا اذا شميت ريحه البويه او اذا شميت ريحه دواء بصير عندي ضيق تنفس، او في منهم العطور، في منهم من مريض لمريض بيختلف. فهي بدنا ننتبه لها. دكتور، ممكن سؤال؟ تفضلي. ممكن إذا حطينا المريض في بوزيشن معين، مثلا بوزيشن تبع الأمراض الصدرية الهاي فلاورز أو كده، تمام. حط ممكن ده يساعد في إنه أنا بعد ما أستخدم الـ ABC أحطه في بوزيشن معين اللي هو هاي فلاور، ممكن يكون المريض هذا صحيح كلامك، ممكن، بس المريض بيكون ذات حاطط حاله على الجهة اللي بتريحه. المريض بتقدرش، بالذات مريض الأزمة، بتلاقيه حتى حاطط إيده على رقبته. ليش؟ وواقف في بوزيشن، هو موقف حاله في بوزيشن في الوضعية اللي ياخد فيها نفس أحسن، بتلاقيه جسمه من فوق ثابت ورجليه بتحركوا، إذا كانوا جايين على القسم على الاستقبال جايين، حط دي على رقبته وراسه شوي هيك محنة شوي، مش لتحت كثير، محنة شوي، يعني حاطط حاله، بتلاقيه جسمه في بوزيشن معين اللي يقدر ياخد نفس بالشكل الأفضل لإله، وقاعد بتكيف مع المشكلة. عرفنا كيف؟
بس اهم شغله انه صحيح انه لما اجي انيمه، هاي ممتاز انه مش انيمه على ظهره، مش قادر ساتني المريض. لو قلت له نام يا مريض، بقدرش ينام. المريض دوبه حاطط ايده على صدره هيك على ركبته، وبده بده اكسجين. فاولر بوزيشن انه واحده من الحاجات اللي بعض انا بشتغل وين، على انه على طول اي بي سي. عندي الاي بي سي صحيحه ذاتا شغلي، انه احطه في الفاولر بوزيشن، واحده من العلاجات للمرضى اللي عندهم ايش دي مشكله بالتنفس او صعوبه بالتنفس او انه لايش، لانه الاعضاء الداخليه اللي بتكون ضغطه على الصدر بتنزل لتحت، بتكون ضغطه على الديافراغم على الحجاب الحاجز. هون وين انا المشكله؟ هون انا بدي اشتغل مع المريض هذا بالسريع على السريع. اول ما بوصلني بقول لي هو ازمه او اهله ازمه، على طول حد ما قال لي ازمه سلام السلم، على طول اخذه احطه على التخت بالفاولر بوزيشن، او المريض بقعدش بضله قاعد على الكرسي او قاعد على التخت قعود، بدوش هذا بتلاقيه هيك في نص التخت قاعد. على طول اركب الاكسجين، على طول اركب الاكسجين، ما استناش عليه، ركب الاكسجين. بعد هيك احطه انادي للدكتور، او الدكتور بتلاقيه جاي معي، احط له اكسجين، احطه على المونيتور، احطه على الاكسجين ساتوريشن، بعد هيك بنبلش معه بالعلاجات. اتفقنا؟ نيجي على النيرسينج دايجنوسيس. دي نيرسينج دايجنوسيس من اهم النيرسينج دايجنوسيس، التشخيص التمريضي اللي بنعمله غير، قلنا التشخيص التمريضي غير والتشخيص الطبي غير. من اهم الحاجه النيرسينج دايجنوسيس ان افكتيف اير واي كليرنس ريليتد تو انكريز production of a mucus. ممكن أو ممكن يكون عند المريض mucus، ممكن ما يكونش. dry cough بكون عنده، بكون ايش عنده المريض، اهم شغله برونكوسبازم. برونكوسبازم يعني شو برونكوسبازم؟ دقاق في ايش مجرى التنفس، دقاق بالاصل ايش الاير واي بالشكل هذا، لكن مريض الازمه بصير بالشكل هذا. شفنا كيف برونكو سبازم. الحل وين؟ حل المريض اعطاه اكسجين تمام، بس لكن عندنا ايش المشكله؟ انه بالشكل هذا ديكاب في مجرى التنفس. شو الحل؟ اعطاه موسعات لمجرى التنفس. موسعات لمجرى التنفس هي التبخير اللي راح نحكي بيه. النيرسينج انترفنشن اسسمنت، باخذ الهيستوري على طول ساعتين بيقولوا له انه عنده ازمه. شفنا قديش مهمه اسمع المريض، اسمع اهل المريض انه المريض عنده ازمه، عرفت اشتغل كيف معه، عرفت طريقي طريق شغلي كيف معه. ليش اخذت اسسمنت على طول؟ اسسمنت ما بديش اقعد في وقت طويل، ازمه على طول. كلمه ازمه لحالها بتكفيني اني اشتغل مع المريض، بتكفيني كمداخلة كثير مباشره مع المريض في وقت قصير، لانه المريض قاعد جايك بمشكله كبيره مش قادر يلقط نفسه، ولا مش صح؟ هون السكيلز تبعنا، هون لانه اشتغلت مع، لو انه قعدت ململ وهذا وقعد كله شو اسمك وشو عمرك وشو بصريش، هون المريض لو بعدين اعطيته اكسجين وهيك بضله معصب، ذاتا جايك مسترس المريض ومعصب. سوء تعاملي كتمريض مع المريض، هون بحط المريض في مشكلة، ممكن أفقد المريض، ممكن المريض حالته تتدهور، بكون فيش رحمة في قلبي، خاصة لما يكون طفل. أمه قالت لك عنده أزمة وبصير عنده ضيق تنفس، على طول بدي أعرف أشتغل معه. وضحت الصورة؟ بدي أحطه على أسس ريسبيرات، بدي أعرف الريسبيراتوري ستيتس تبعته كيف. تلاقيه مريض الأزمة، إحنا كنا النورمال رينج للريسبيريشن قديش عندنا؟ نورمال رينج للأدلت من 95 ل 100 respiration respiration ايه 20% شو 20%؟ معدل الأكسجين من 95% ل 100 مش بالمية الاكسجين، respiration rate. التنفس 20% لا لا سوري هاي من بردك 60 ل 100 غلط يا نسرين. الريسبيريشن ريت انا بحكي معدل، هي 20 صحيح، بس نحن قلنا الريسبيريشن ريت من 18 17
نفس في الدقيقة، شهيق زفير، شهيق زفير، respiration rate، respiratory rate، respiration rate نسميه شهيق زفير. شهيق زفير كم من مرة في الدقيقة؟ تمام، أنت جاوبتي مش 20%، اسمها 18 مرة في الدقيقة أو 20 مرة، من 18 ل 20، من 17 ل 20 في النورمال رينج. نرجع للفاندمنتال ودروس الفاندمنتال ريسبيراتوري ريت في الدقيقة الواحدة من 17 ل 20. شهيق زفير مرة واحدة بعدها، شهيق زفير مرة واحدة، شهيق زفير مرة واحدة. هاي مهمة أعملها أسسمنت عندها. بتلاقي مريض الأزمة يمكن بيعمل 40 في دقيقة على السريع، نفسه على السريع على السريع. بهمني إنه إيش أقول للمريض، إيش علاجاتك؟ تلاقيهم ممكن جايبينهم في الظرف معه. كل مريض كرونيك ديزيز عنده بهمني على طول إنه أقول له شو علاجاته. ورجيني الصور على التلفون، صور العلاجات اللي بتاخذهم باستمرار كبار العمر، بورجوك على التلفون، أو أم المريض بتورجيك صور شو اسمه العلاج. مش موجود العلاج ولا معهم صورة، على طول بالواتساب ابعتوا لنا كل الفدار، يبعت لنا صور العلاجات. بهمنا انه ناخذ اسامي العلاجات. ليش؟ لانه نعرف المريض على شو ماشي. كل الدكتور هذا مريضنا على ماشي على هدول العلاجات بالتمام، او في بعض المرضى بكون كاتبينهم في ورقة او في جيبته، بتكون هاي مهمة. تمام، شو بنوصف للمريض؟ علاجات خاصة الفنتيليشن، تبخيرة أو حاجة نعطيها للمريض. تمام، حاجة تانية، بعد ما أعطينا العلاج للمريض بعد شوية بعدها، كيف تلاقيه ذاتا أحسن صار المريض، وحتى لو إنه شو اسمه ارتاح، كله كيفك حسيت أحسن؟ بتلاقي المريض طبعا بقول لك آه ارتحت، حسيت نفسي اتحسن كثير أحسن. فمن المهم بعد هالعلاج وبعد هالشي انه اقيم المريض، اساله كيفك، كيف صرت؟ المريض بحس هاي بسبورت له، كيف تحسنت احسن؟ هاي من اهم الشغلات، انه اول شيء بعمل سبورت للمريض، الشيء الثاني بعمل اسسمنت جديد على المريض انه بعد ما اعطينا له العلاج. وضحت؟ بيهمني انه ايش كمان؟ بهمني مع مرضى الأزمة شو كمان قلنا؟ نعمل نيبولايزر، شو؟ إن نعطيه نيبولايزر اللي هو اللي نحطه البخاخ أو جهاز التنفس، نحط فنتليشن، تبخيرة مثل تبخيرة. تبخيرة، فنتليشن، تمام، أعطينا له إياها، أخذها، تمام، بعد هيك نطمن على المريض أموره تمام أحسن. هاي الشيء مهم، نعمل أسسمنت جديد إذا كان موجود عندنا بالقسم، نكتبها بالنيرسينج نوت إنه المريض تحسن نفسه، الأكسجين ساتوريشن تحسن، أهم حاجة إن الأكسجين ساتوريشن يصير في إيش، في التسعينات، 94، 95، 96، حتى أهم شغلة إنه يكون 99 و97 و98. أهم حاجة الأكسجين ساتوريشن. اكسجين ساتوريشن هو جهاز عبارة عن زي مثل الملقط بنحطه على اظفر المريض، على اصبع المريض، بيعطينا قديش نسبة الاكسجين في الدم. هاي مهمة. الشيء المهم هون مع مرضى الازمة شو كنا كمان؟ نيجي على التبخيرة. هاي التبخيرة صحيح هي موسعة لمجرى التنفس، بس لكن بنعطيها بالوصفة. قديش بالوصفة؟ هاي حنحكيها في مادة الأدوية، بس من هلأ بعطيك بقول لكم إياها إنه هاي التبخيرة بتأثر على إيش. إذا حالة جرعة زايدة نعطيها للمريض مثلا مرتين ورا بعض، نعطي له تبخيرة، هاي ما بنفيد المريض، بالعكس بنسيء له، بتصير بتعمل بتأثر على القلب، بتعمل إيش، عدم انتظام في دقات القلب أو سرعة القلب أو آخره، بتأثر على إيش، على الكونتراكشن تبع القلب. فننتبه انه بس التبخيرة مرة واحدة بتنعمل للمريض، بعد هيك حتى من مرة واحدة في انه من السايد افكت للعلاج هاي التبخيرة فنتليشن، تلاقي بصير رف خفيف في القلب. ففي حالة انه اعطيت كمان مرة راح يأثر سلب على القلب، ولا مش صح؟ وهذا راح نحكي فيه في مادة الأدوية.
مرحبا الدكتور، بس سؤال. تفضلي. سوري أنا عشان بس إجا حدا ما كنت سامعة منيح، بس أنا متأكدة إنه البلس ريت من 60 لـ100، كيف؟ أنا ما فهمت شو هو الـ20 البالس ريت يعني. صح، البالس ريت من 60 ل 180 70، هاي طب كلها إيش هو الـ20؟ أنا سمعت إشي ريسبيريشن. عشرين. نحكي اليوم بنحكي عن الريسبيراتوري سيستم، التنفس. أوكي، بس برضه هو مش 20، أنا بتذكر من 12 لـ16، من بس أنا في سمعت بعد حكيت وإشي 20، بس مش عارف شو هو. صحيح، في من 12 ل 6، النورمال رينج من 12 ل 20، نورمال رينج من 12 ل 20، بس 12 في بتلاقيهاش كثير، بتلاقي النورمال رينج اغلب الناس بتلاقيهم من 17 18 16. ها بتذكر انه هو من 12 ل 16، وهذا لا الريسبيراتوري ريت، لا، ال20 والبلس ريت لا ال20 من 12 ل 20. ال20 ال20 اوكي بس معظم الناس في الحاله الطبيعيه. هلا لو جينا نقيس الريسبيريشن لعيله مثلا، قاعد انا ويعني انه عادي، حياه عاديه، بلاقيها 18 17 بالشكل هذا، بس لكن لو عملت حركه اكثر بتلاقيها شويه 20 سنه. لو اني كنت تمام. صاحي، انه لو اني نايم بتلاقيه نزل نزل، ممكن 13 ممكن 14 ممكن كثير 12 بنزل، عرفت كيف؟ حسب الريست تبعتي، الراحه تبعتي، عرفت كيف؟ هاي بالنسبة نورمال رينج ريسبيريشن. ميرسي. فبتلاقي مرضى اللي عندهم أزمة، بتلاقي صار عندهم الريسبيريشن بدل ما هو 20 ولا 18 وصل 40 و45 وأكثر ممكن، يعني سريع نفسه على السريع، بيشهق شهق النفس على السريع، لكن بده يلاحق لأنه عنده دقاق في مجرى التنفس، بده نفس، لكن عطشان نفسه قصير وسريع. من زينا مثلا هلا ناخذ نفس ونعطي، ناخذ نفس ونعطي، شو سوي؟ بتلاقيه مريض الأزمة سريع كثير. تمام، مو مشكلة، نكمل على الموضوع الثاني. بالشكل هذا حكينا عن موضوع الأزمة وعرفنا إيش كيف الساين والسيمتوم كيف نتعامل معه. نيجي على الموضوع الثاني، هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. COPD مصطلح طبي مهم، بتلاقي في المستشفى شو تشخيص المريض COPD. شو يعني COPD؟ يعني مجموعة أمراض تتعلق في الريسبيرتوري سيستم أثرت على المريض وعملت له إيش؟ مشاكل في التنفس وفي الجهاز التنفسي، اختصروها في إيش؟ في COPD، Chronic Obstructive Pulmonary Disease. يعني معناها إيش؟ ديزيز، مرض في الريسبيريشن، في الريسبيراتوري سيستم، كرونيك انفلاماتوري لانجز ديزيز ذات كوزز اوبستراكتيف اير واي فلو فروم ذا لانج. يعني مرض اثر على الجهاز، على الرئتين وعلى الجهاز التنفسي، بيدينا ساين وسيمتوم تعلق بالجهاز التنفسي، ضيق بالتنفس، بتلاقي بلاد ساتوريشن، اكسجين ساتوريشن واطي، بتلاقي نفس المريض ضيق، ما بيتنفسش، صعوبة بالتنفس، متوتر المريض، متضايق المريض، كل هاي الشغلات موجودة عند المريض. بتلاقي عنده بريثنج ديفيكالتي المريض، بتلاقي عنده كف وديسبيوتم او ميوكاس برودكشن، ويزنج، لكن عنده نفس ومضيق، صفير بنفسه ومضيق، سيل لنفسه صوت، سبيوتم أهم حاجة عندنا، بلغم. طبعا مش أي واحد مثلا طلع سبيوتم بنقول عنه COPD، لا، في بين مثلا التهابات في مجرى في البرونكايتس مثلا، هذاك مثلا بيطلع بسبيوتم، مثلا كنا نمونيا بيطلع سبيوتم. طبعا الأمراض أغلبها في مرضى الجهاز التنفسي بيطلع سبيوتم. فبتلاقي من الساين والسيمتوم انه للسي او بي دي، واحدة من الساين والسيمتوم انه ايش؟ سبيوتم. causes by long term exposure to irrigating irritating gases or particulate material. يعني شو معنى هذا الكلام؟
الريتيتنج جاز، يعني غاز مهيج للجهاز التنفسي أو غبار أو أشياء بتضر الجهاز التنفسي. هذول الأشخاص بتلاقيهم بيشتغلوا في منطقة فيها غبار، بتلاقيهم بيشتغلوا في منطقة فيها جو مش نظيف، بدخنوا سجاير، بدخنوا أرجيلة، كل نهار دخني في دخني، زائد في مواد، في مواد كيماوية، مكان في غازات مهيجة. فبتلاقيهم بعد سنين من العمر بتلاقي التغذية تبعته ضعيفة، بتلاقي جسمه نحيف ضعيف تعبانة صحته، بيهتمش بحاله. فبتلاقيه في الآخر شوي شوي بتلاقي صار عنده COPD. COPD مجموعة أمراض في الجهاز التنفسي. شو العلاج تبع COPD؟ COPD علاج إنه كان المريض بيدخن يقلع عن التدخين، هاي بتخفف عنه إنه هالأعراض تبعت COPD. حاجة تانية، برونكو دايليتور موسعات للشعب الهوائية عشان إيش؟ يمرق الهواء، لأنه بتلاقي المريض عنده مشاكل صارت في الجهاز التنفسي ككل. الأصعب من هيك إنه كمان إذا تأثروا الألفيولاي الحويصلات الهوائية، هاي بصعوبة، يعني من أهم المشاكل اللي بتصيب أجهزة الجهاز التنفسي. من أهم المشاكل اللي بتصيب الجهاز التنفسي إذا تأثرت الألفيولاي. تمام، موسعات للبرونكودايليتور، موسعات وسعنا توسعت توصل الأكسجين، لكن إذا في مشكلة في الألفيولاي أو الألفيولاي إذا انعتمت صارت مش شغالة، هون بصيرش تبادل للأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون، وهون بصير عند المريض مشكلة. طب شو الحل لإله المريض هذا؟ المريض هذا بوصل لهيك مشكلة إنه الألفيولاي تبعته الحويصلات الهوائية انعدمت أو بالمرة تدمرت، هذا المريض تلاقيه يا إما بلزمه تغيير للرئة كاملة يا إما بموت، واحد من التنين. ممكن نعمل لهم بالمونري ريهابيتيليشن، انه ايش تعملوا مع السايم والسيمتوم لمريض COPD، حاجات خفيفة ده يمشي حاله. بس ايش انه من اهم الشغلات لمريض COPD يتعامل مع السايم والسيمتوم، تشجيع على ايش انه يرجع على ايش لحالته الطبيعية، وهاي بتكون صعب كثير. فقط من التعامل مع السايم والسمتوم، واغلب مرضى COPD بيكونوا كبار بالعمر، مدخنين كثير طول حياتهم، بتلاقيهم عايشين باقين في جو كله غبار ودخان ومشاكل. فبتلاقيهم يعني بتلاقيهم بين الفتره والتانيه بيجي بلزمهم علاج بالمستشفيات، خاصه في قسم الباطن بتلاقيه في COPD، مرضى COPD. وفي منهم يعني مش في منهم، اغلبهم بتلاقيهم خلص يعني بعد فتره بموت. نيجي على موضوع البرونكايتس، هو موضوع كثير مهم، وهذا بصيبنا كلياتنا، بصيبنا كلنا، صابنا كلنا صار عنده برونكايتس، التهابات في الشعب الهوائي، ولا مش صح؟ خاصة بعد مرض الانفلونزا، وبتلاقي الالتهابات نزلت على صدري، بقول لك المريض او انا وانت التهابات نزلت على صدري، التهابات في الشعب الهوائي صار عندي. شو بصير عندنا؟ بصير ايش من الساين والسيمتوم للبرونكايتس؟ برونكايتس كلنا عارفين انه بصير في عندنا كحة، في عندنا سبيوتم مع الكحة، ولا مش صح؟ بصير عندنا ممكن ما في سبيوتم، ممكن تكون هالسبيوتم لونه ابيض او ممكن يكون اصفر واخضر حتى بعد يوم كم من يوم، خاصة بالايام الاخيرة من التهاب الشعب الهوائية بصير اخضر على خضر في بعض المرضى، ولا مش صح؟ ممكن إذا كانت الشعب الالتهاب قوي كثير كثير في الشعب الهوائي إنه يطلع معنا سبيوتم وذ بلاد. إذا طبعا طلع معنا سبيوتم وذ بلاد، دائما دائما المرضى اللي بصير عندهم سبيوتم وذ بلاد، صحيح ممكن يصير معنا في البرونكايتس، بس لكن في إشارة إنه في سبيوتم وذ بلاد. إذا ما كانش عندي برونكايتس وطلع عندي سبيوتم وذ بلاد مع المريض، هون يعني بلكي إشارة إنه في عنده مشكلة المريض هذا في اللانكس، أو بلكي إشارة لللانج كانسر، سرطان الرئة.
بس لكن هون موضوعنا غير، برونكايتس التهاب الشعب الهوائية، إنه بصير عندنا إيش؟ كل نفس عندنا وبصير عندنا هالحالة هاي، إنه بصير عندنا بعد يومين ثلاثة من الالتهاب. بس هل الواحد بيطلع مع بلغم، أو المريض بيطلع مع بلغم، أو ممكن مع البلغم لون دم خفيف. دكتور، ذاك ممكن المريض سؤال تفضل. بالمصطلحات بالترمينولوجي، بالمصطلحات لما يكون اي تي اي اس معناته التهاب وعدوى، يعني انا دائما بفرق بالكلمه دي، مش كده ولا لا؟ كيف؟ يعني لما بيكون بالمصطلح الطبي اي تي اي اس معناته التهاب او عدوى، الالتهاب السافكس نفسه تبع المصطلح هذا هي اللهجه، ايوه يعني دي معناته انه في التهاب او عدوى، صح؟ صحيح، التهاب في السفكس ممتاز اللاحقة، صحيح. لأنه ما شاء الله مصطلحات كتير، فأنا عايزة يعني أعمل البرونكال هو الشعب الهوائي، برونكايتس التهاب في الشعب الهوائي، infection يعني. انفكشن التهاب في الشعب الهوائي. مثلا هيباتايتس مثلا، التهاب هيباتايتس، هيباتايتس التهاب الهيباتايتس. شو كمان عندنا مصطلحات؟ ابندكتومي ابندسايتس هو التهاب الزائد الدودية، ابندكتومي استئصال الزائد الدودية. بالشكل هذا يعني في اليوم الانترنت لو كتبت بيعطيك معناها كلها هياتها مصطلحات. زمان كنا نستخدم قاموس حتى، اسمه قاموس حتى للمصطلحات الطبية، حتى كلمة حتى بالعربي هو اسم القاموس. لو كتبت بتطلع صورته القاموس، بلكي موجود على الانترنت مثل القاموس اللغات، هو قاموس مثل المصطلحات الطبية. فاليوم الانترنت موجود، ما عاد لازم لشركته اذا مش شريته، لان كل شيء موجود وشرح مفصل على الانترنت. استخدام الواحد للتكنولوجيا كثير بوفر وكثير ممتاز واكثر واحسن اليوم. عفوا نكمل موضوعنا. أهم حاجة إنه في البرونكايتس بصير عندنا الساين والسمتوم للإنفلاميشن. إنه شو قلنا؟ خمس حاجات من الإنفلاميشن، واحدة منها إنه إيش؟ فيفر. صار عندنا فيفر ولا مش صح؟ شورتنس اوف بريتنج بصير، تلاقي نفس الواحد صار قصير، بحس الواحد بتعب بهزل، تشيست ديسكومفورت، عدم الراحة. هاي كلها هياتها بتلاقيها صارت معانا لأنه كلنا صار عندنا برونكايتس، معظمنا صار عنده برونكايتس. فهاي هاي العلامات إذا بتتذكروا هل صار معكم برونكايتس، هاي اللي صارت معكم العلامات. بصير في كالتالي أكيوت برونكايتس مش كرونيك، أكيوت يعني بصير مع الواحد وبشفى الواحد، ولا مش صح؟ كنا أكيوت وإيش؟ مرض بصير مع الواحد وبشفى الواحد منه. الكرونيك هو مرض مزمن بضله مع المريض، ولا مش صح؟ نورمال برونكال بالشكل هذا، نورمال برونكال تيوب بالشكل هذا، لكن في حالة وجود الانفلاميشن أو التهاب الانفلاميد برونكال تيوب، في حالة التهاب أو الانفكشن اللي بصير في البرونكال تيوب، من علامات الانفكشن انه بصير شو؟ التهاب، انه بصير في عندنا سويلينج، ولا مش صح؟ هاي صار عندنا سويلينج تورم، فضاقت مجرى التنفس. حاجة تانية صار عندنا بين تشيست كومفورتبل. حاجة التالتة صار عندنا فيفر. حاجة الرابعة لوس اوف فانكشن، صارت هاي مجرى التنفس فقدت جزء من عملها، انه مجرى الهواء لازم يجري يمشي بيها بهالشيء هذا، بهالسرعة بهالاتساع هذا، صارت بالشكل هذا، ولا مش صح؟ هاي بصير مع ايش؟ برونكايت، مع مرضى البرونكايتس. برونكايتس بتلاقيه مش قادر، المريض صار عنده فيفر، بتلاقيه تعبان، كح، في الليل ممكن ما بينامش. اهم الساينوس، اهم شغلنا كتمريض مع البرونكايتس انه نتعامل مع المريض على شو؟ خليني اشرح لكم هدول بعدين نكمل، نيجي على النيرسينج بعد هيك انترفنشن. الكوزز للبرونكايتس
ممكن يكون فيروس، ممكن يكون بكتيريا، لكن نحن المريض اللي عنده برونكايتس نعطي له انتيبيوتيك، حتى لو كان الالتهاب عنده فيروسي نعطي له انتيبيوتيك. ليش؟ حتى ما يتم، إذا كان فيروسي المرض ما يصيرش جنبه التهاب بكتيري، فبنعطي للمريض انتيبيوتيك. بهمنا انه نعطي له انتيبيوتيك. الريسك فاكتورز، مين الاشخاص اللي بيكونوا عرضه ليصير عندهم برونكايتس؟ اللي بيشرب سجاير، اللي عندهم المناعه ضعيفه، او اللي بيكونوا اكسبوجر تو ريتنس مهيجات، بيكونوا متعرضين اشخاص خاصه في العمل، مثل غبره، مثل مواد كيماويه، بويه، حاجه زي هيك هيجت الجهاز التنفسي وعملت له التهاب، وخاصه اللي بيشتغلوا في مناطق فيها دخان، فيها معامل، فيها صهر حديد ومواد بلاستيكية وحركة مواد بلاستيكية ومواد كيماوية. هدول الأشخاص بيكونوا عرضة للبرونكايتس. بعد فترة بيكونوا بدخنوا وغبار وهيك، بصير عندهم COPD. الشيء الثاني في عندنا الجاستريك ريفليكس، لكن الأشخاص اللي عندهم جاستريك ريفليكس بصير عندهم برونكايتس. ليش؟ لأنه عصارة المعدة طلعت لفوق ورجعت على الجهاز التنفسي، صار عندهم برونكايتس، بصير عندهم هاي الريفلكس. كمان بيأثر على المرضى، بتلاقي على أشخاص بتلاقي عندهم ضيق أو التهاب في منطقة الآلام، في منطقة الإيش؟ الفارينكس، البلعوم. ليش؟ لأنه طلعت العصارة بتكون مثل تحرق عصارة المعدة لفوق، لأنه طلعت لفوق وممكن ترجع على مجرى التنفس، وهنا بسوي عندنا برونكايتس بالشكل هذا. لما انه واحدة من التشخيصات انه بيسووا تشخيص للمريض اللي برونكايتس، انه بصير عنده بيعملوا له انه ايش صورة أشعة، فبتلاقي انه التهابات ظهرت. وهي مش يعني منه هاي الدكتور اللي بيسويها صورة أشعة، بس نحن ايش من مش غلط انه نعرفها. اوكي، بيتم تشخيص للمرض هذا صحيح، لانه على السم لو سمعنا للصدر المريض بتلاقي صوت الهواء تقول ماشي في مكان ضيق، بتلاقي المريض زي صوت البلغم في رئتين المريض او في مجرى التنفس واضح. بتلاقي كذلك انه بيستخدموا للمريض انه ايش كزياده من التاكيد انه المريض عنده برونكايتس، فبيعملوا له صوره الاشعه هاي. بيهمني انا كتمريض انه بعد ما نعمل له المريض انه شو اسمه التشخيص، بهمني اني اتعامل معه. شو اتعامل معه؟ انه ايش المريض عنده حراره، المريض عنده ستريس، المريض متوتر، المريض عنده نفسه ضيق، انه ينعطى اكسجين، نعطى له ايش تبخيره لتوسيع مجرى التنفس. الحاجه الثالثه انه ينعطى له انتيبيوتيك، عشان ايش اذا كان الانفكشن بكتيري قضينا عليه بالانتيبيوتيك، اذا فيروس نمنع حدوث ايش انفكشن ثاني من بكتيريا. حاجة الثالثة انه ايش بهمني النفس تبع المريض، الاكسجين ساتوريشن، اعطاء اكسجين، وضعه في اكسجين معين. حاجة الرابعة انه المريض اطمن على الحرارة تبعته، المريض اطمن على شو كمان غير الحرارة والنفس وكل هاي الشغلات، انه على الستريس تبعه علاجه اعطيته اياه، هيك المريض ببلش يتحسن شوي شوي. هدول المرضى في الغالب انه ما بيقعدوا بالمستشفى، بنعطوا علاجهم او بيجيك بالليل بنعمل له فنتليشن تبخير، وبنكتب له الانتيبيوتيك. بعد هيك كمان بنكتب له حاجه ثالثه انه مقشع للبلغم، للسبيوتم، مقشع للسبيوتم، لانه بيبقى في صدره سبيوتم او ناتج عن ايش التهاب صار داخل الشعب الهوائيه، في سبيوتم، تراكم سبيوتم، فبنحتاج له مقشع للسبيوتم، مقشع بلغم. بالشكل هذا شغلنا مع الايش برونكايتس. في حدا له اي سؤال لحتى الان؟ الشيء المهم كمان مع مرضى البرونكايتس انه ايش؟ انه المريض كمان ممكن اذا كان طفل ومش قادر يكح البلغم، بشكل بسيط انه اميله لجنب وادق كله على صدره على ظهره بشكل بسيط. هاي منه دب دب دب، لا بشيء بسيط. او حتى مريض ثاني انه نوع انه حركه دق على ظهر المريض او
ضربات بسيطة، إنه إيدي مثل كفتي هيك أعملها، مثل مثلا مش ضرب ضرب، لا شيء لطيف بشكل لطيف إنه لظهر المريض. هاي نوع من الإكسرسايز بنعملها للمريض، حتى إيش نوع من إيش التشجيع، هالريسبيراتوري سيستم، إنه إيش يصير في حركة السبيوتام مع المقشع اللي بياخده المريض. هاي بشجع المريض على كح أو كافينج ليطلع إيش السبيوتام. المريض هيك برتاح، المريض مع الأكسجين اللي بنعطيه مع الفنتيليشن تبخيري بتتوسع مجرى التنفس، بدل ما هي بتصير هيك، بدل ما هي هيك مع التبخير بتصير أوسع بالشكل هذا، مع المقشع البلغم هيك بالشكل هذا، مع الأنتيبيوتيك هيك الريسبيراتوري سيستم بيطلع البلغم الموجود، بتحسن نفس المريض، فيك تخفف من الساين والسيمتوم تبع اللي عند المريض. وكمان شغلة تانية، انه بيهمني انه في عند المريض حرارة، خاصة الأطفال بصير عندهم حرارة، نتعامل مع الحرارة. نتعامل مع الحرارة، مخفضات الحرارة، اشتالت شو كمان كنا حركة للمريض بهذا الشكل. تعاملنا مع المريض، المرضى هدول كلنا ما بيقعدوا بالمستشفى، في الغالب انهم بالبيت، بس نحن بنعطي تعليم لأهل المريض، خاصة إذا كان طفل بنعطي لهم تعليم، بنعطي المهم تعليم إنه هيك هيك مضاد حيوي لازم تاخده، ياخد ابنك طفلك المقشع للبلغم. حسنش حسيت إنه عنده تضييقات بالتنفس ارجعي لنا فيه، بس العلاج تبعه لازم يضل مستمر عليه طبعا، فنتيليشن ياخد تبخيري، الطفل بتحسن أو المريض بتحسن. إذا تاني يوم ما تحسنش ممكن يرجعوا، بس لكن بعد هيك مع المضادات الحيوية والعلاجات والمقشع بتحسن نفس المريض وبصير للأحسن. لحتى الآن في أي حدا له أي سؤال؟ دكتور العزل مناسب له ولا يعدي العيلة كلها؟ شلون الموضوع الكنترول تبع العدوى؟ العدوى ممكن إذا كان العدوى فيروسية، مثلا مش بصير معانا مرة واحد بصير معاه فلونزا وبعد هيك صار معاه برونكايتس، ولا مش صح؟ ممكن يعدي شخص تاني، مثل الكورونا، الكورونا برضك زي هيك ساوي التهابات في الشعب الهوائي. ممكن انه العزل يعني نوع من انواع العلاج الحماية للاشخاص التانيين، بس لكن اذا المريض كان يشتغل في مكان فيه غبار، ولا اذا كان بدخن وبسبب هذا كان السبب هذا، طبعا الاشخاص التانيين انه ما بدخن، شفت كيف؟ فما بصيب فيهم مش اسمه. طبعا بدنا نعمل له عزل لما اذا كان عندي مرضى تانيين عندهم الجهاز المناعي ضعيف، راح يسبب لهم عدوى، خاصة اذا كان عنده عدوى مثل كورونا او كوفيد يعني. تمام، يوم خلص درسنا في حدا له تاني اي سؤال؟ شو